حبيبتي مريضة الكانسر، بصبح عليكي وبقولك انا معاكي وفاكراكي. انا معاكي النهارده عشان اقولك حاجه بسيطه قوي، يا ريت ناكل كويس قوي وناكل الحاجات اللي بتزود لنا المناعه. الحاجات اللي بتزود المناعه بقى منها الحبه السوداء، سواء الزيت، والزيت افضل، عسل نحل، يا ريت يكون النوع الجبلي او انواع طبعا قويه. الحاجة التانية البروكلي مهم جدا، الكرفس، عصير الكرفس من الحاجات كمان المهمة جدا، الكبدة، الطحال، دي بتزود طبعا الهيموجلوبين في الدم وده مهم عشان ممكن ينزل فجأة. ومهم جدا ناكل فواكه ونبعد عن السكريات خالص، يا ريت اللحوم الحمراء نقلل منها ونبعد السكريات خالص، حلويات، عيش، الحاجات دي كلها، ونركز على الحاجات اللي تزود لنا صحتنا وتزود المناعة بتاعتنا. النوم كمان مهم جدا لان النوم بيزود المناعة. وبعدين يا ريت نتحرك شوية، حتى لو نتحرك في البيت، احنا ما بنمنعش الخروج خالص، لكن انزل عايزة اتمشى شوية يكون حد معايا عشان ما تخبطش. نلبس كمان الجزم والحاجات الواطية المريحة عشان ما بقاش عندي عرضة ان انا ممكن اقع او يحصل لي اي حاجة. متعك الله بالصحة دكتورة نادية عبد العال، واحنا معاكي وانت تقدري، ويا رب دايما اسمع كل خير. دكتورة نادية عبد العال، واحنا نقدر واحنا معاكي.